متابعينا الكرام، مساء آخر من أماسي الأصالة والتحديات في أرضية هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم بدانة الدنيا دبي، في أسبوع آخر من أسبوع هذا المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة الذي يقام سنويا من خلال الانطلاقات والتحديات، والذي يقدم دائما جديد لعالم الأصالة والانطلاقات. أسبوع الكبار، أسبوع المسافات الطويلة، أسبوع التحديات، وما أحلى الرقصة دائما مع الكبار. على بركة الله ينطلق أول أشواط هذه الفترة المسائية من خلال منافسات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل في التنافس على هذا الشوط الكبير، شوط العمالقة، ومن أطلق عليه هذا الاسم لتكون هنا الأسماء المشاركة هي من عمالقة الهجن المتحدية والباحثة عن هذا المسمى في هذا المهرجان. نرحب بكل الحضور الكريم، نرحب بمتابعينا الأعزاء، نرحب بكل مشاهدينا عبر قنوات دبي ريسنج وقنوات ياس وقناة الكاس المتابعة لكل الانطلاقات. مرحبا بالكبار مع أسبوع الكبار والتحدي على أرضية هذا الميدان. ينطلق أول الأشواط، أول التحدي، أول التنافس هو الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل الذي يعلن هذا الانطلاق. 8 كيلومترات سيسير فيها الصراع على هذه الأسماء المميزة التي تعبر شعاراتها عن مكنون الإنجازات والتحديات التي يشهدها دائما في كل انطلاقة وفي كل حضور. إلى المقدمة مباشرة، نو هناك في المركز الأول، عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري على المقدمة. المركز الثاني، الوجبة على المركز الثاني، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي في ثاني المراكز هنا. المركز الثالث، قمرة على المركز الثالث، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي التي تعلن هنا انطلاقها. هناك المركز الرابع، اذهبوا الى الفاو، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند في هذا الاندفاع في هذا المسار. نستكمل المركز الخامس لنتابع الدخول القادم. هناك عوايد، صعيد بن احمد بن دري الفلاحي هي اسماؤنا هنا، نسير من خلال التحدي. المركز السادس، انطلاقنا الى معراض، محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وفي المركز السابع الى شواهين، ثامر بن سيف بن ثامر المرر في هذا التحدي. وصل هنا الصعب مع هذا الانطلاق في المركز الثامن، ويحمل تغروده محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. هناك المركز التاسع، الى وجود الورقة، محمد بن حمد بن مضحية العامري. وفي المركز العاشر هذه رعود، سهيل بن محمد بن ذويب العامري. أسماء الترشيحات هنا تتواجد، أسماؤنا هنا على المقدمة في هذا العبور في هذا المسار في هذه الانطلاقات. هناك بن دري لا زال يقود الصدارة والعناد على المقدمة. نو نو على المركز الأول في هذا الأداء الجميل، عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. المركز الثاني، ضيوفنا الذين يشاركون دائما كل التحديات هنا من دول الخليج، هي الوجبة على ثاني المراكز، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. مرحبا أبا غانم. هنا المركز الثالث، إلى وجود هذا الشعار، شعار الإنجازات في عالم الكبار دائما، وقمرة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في تقديم أسمائه المميزة. الفاو إلى المركز الرابع، إلى ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. أهالي الخور في انتظار النتائج بعد 8 كيلومترات من
التحدي ومن الاندفاع ومن المسار. ما شاء الله رباعيا انطلقت الى الصدارة في اول 3 كيلومترات، تسير هناك بقوة، تعمل هذه الاسماء المميزة في التحدي اعود الى المقدمة، اعود الى الصدارة، اعود الى تقدم هذا الشوط وما تحمله هذه الاسماء على الاندفاع. ما شاء الله وتبارك الله الى الصدارة، الى اول اندفاعنا في هذه اللحظات. هناك المقدمة، هناك المسار، نو على المركز الاول على بداية الاندفاع والمسار، وهذه نو عيسى بن علي بن دري المنصوري الذي يعلن هذه التحديات. تقدمت الوجبة الى المركز الثاني في هذه اللحظات، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ولكن اتابع قمرة حمد بن راشد بن حمد بن غدير باندفاع اولي يحمل هذه الاسماء المميزة الى المركز الرابع الى الفاو. ناصر بن عبد الله بن احمد المسند من خلال هذه الانطلاقات والتحديات والمسار. ما شاء الله وتبارك الله، هذه هي اندفاعة المراكز العشرة الأولى أو الأربعة الأولى في هذا المسار. نتابع الأسماء ونتابع المركز الخامس في اندفاع هذه اللحظات، وأتابع وجود شواهين ثامر بن سيب بن ثامر المرر من خلال هذه الأسماء المميزة. هناك على المركز السادس وصلنا إلى شعار بن مضحية في هذا الأداء، وهي الورقة، محمد بن حمد بن مضحية العامري وبن عويضان يتواجد في هذه مع معراض محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وتغرود على المركز الثامن محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. انطلق إلى شعاري بن حلوة الذي أعلن هذا الأداء المميز، هي خلابة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. وفي المركز التاسع التواجد هنا الاندفاعي جبارة سالم بن مفرح بن مطر المسافري. هذه المراكز التي تعلن هذا الأداء المميز، هذه اللحظات التي تحمل بداية قوية لأول أشواطنا في هذه الأمسية الرباعية على الصدارة. الرباعية على الصدارة كادر يحمل 4 من هذه الأسماء، يظهر النتائج، يظهر الاقتراب، يظهر المنافسة في اندفاعات هذا الشوط المثير. ما شاء الله تبارك الله، اندفاعنا إلى المقدمة ونو لا تزال على الجو الأول في المركز الأول عيسى بن علي بن دري المنصوري. هناك المركز الثاني، وقول الوجبة على المركز الثاني بأدائه حمد بن غانم بن سلطان الكواري التي تعلن هذه اللحظات. وما شاء الله قمرة 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 في المنافسة دائما بشعارها بتحدياتها، قمرة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هناك الفاو على رابع المراكز، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. خلنا مع الرباعيه نشوف الرباعيه، ننتظر القادمين، ننتظر المنطلقين، الرقص مع الكبار، التحدي والتنافس على ارضيه هذا الميدان يسير في هذه اللحظه بكل انطلاقاته وتحدياته ومساره المميز. الله الى المقدمه، الى اداء هذه اللحظه، الى صدارة التحدي. تحرك
تحرك الواثق، تحرك الواثق. وأيضا يعلن هنا المسافة المتبقية 2 كيلومتر. الفاو، الفاو تتصدر المشهد في هذه اللحظات إلى صدارة البداية. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند في المقدمة غيرت الأسماء، طارت هناك إلى تحاول أن تبقى دائما إلى أهالي الخور في هذه اللحظات. والمركز الثاني، المركز الثاني في انتظار التنافس قمرة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي، لا تزال على المركز الثالث. الوجبة، الوجبة على ثالث المراكز، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ونو تعود مع المركز الرابع عيسى بن علي بن سعيد المنصوري. تحركت الأسماء، ذهب الجميع، وصلوا 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 القادمون. شوط العمالقة، من هي بطلة هذا الشوط؟ عملاقة العمالقة من تكون في هذه الانطلاقة؟ هناك وصلنا إلى اندفاع التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. هي لوحة الإعلان كالعادة دائما، 1200، 1200 للمتقدمين. الفاو إلى الصدارة، الفاو إلى المقدمة، الفاو إلى المركز الأول. ولكن الواثق أيضا لابد أن يكون حاضرا بكل تحدياته وانطلاقاته. وهالي معذر مع الوجبة قادمون في هذا الانطلاق. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ثلاثية، هناك عادة نو إلى المنافسة في هذه اللحظات. عيسى بن علي بن سعيد المنصوري، نقترب نقترب نقترب، والثمانمائة متر الأخيرة التي تحمل هذه المنافسة. والفاو على الصدارة، أهالي معيذر هي في المقدمة، هي الانطلاقة. ولا نقول أهالي الخور، يا سلام، هي التي تعود إلى المقدمة وتقود الصدارة وتحمل أيضا هذه اللحظات المتميزة هنا إلى هذا ميدان التحدي دائما، ميدان الشحانية في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. ما شاء الله وتبارك الله، سجلت الإنجاز، سجلت التحدي، سجلت المنافسة، وهي الفاو، الفاو ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من خلال هذه الأسماء. 400 متر، 400 متر الأخيرة. ولكن القادمون، هناك أيضا الوجبة متواجدة ونو تتواجد. وسلام، سلام، سلام، سلام يا هالي الخور على هذا الأداء الجميل. سلام دائما يحمله هذا الشعار في كل مشاركة، في كل حضور. سلام شحاني، سلام، سلام، الأداء الجميل من خلال هذه الانطلاقات. سعيد بن بطي الزعبي أيضا من يقود هنا خلف الأسوار، يقود التحديات. تهانينا والناموس. المركز الثاني نو عيسى بن علي بن دري المنصوري، المركز الثالث الوجبة، المركز الثالث حمد بن غانم بن سلطان الهديف، المركز الرابع محمد بن سهيل بن عويضان معراض، والمركز الخامس قمرة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي. هذه المراكز. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول ونشوف التوقيت 12:27 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس هنا من خلال انطلاقة الفاو ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهانينا والناموس. المركز الثاني نو وصلت في المركز الثاني. تهانينا والناموس عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. 7 دقائق 26 ثانية وجزئين، 28 ثانية وجزئين من الثانية. المركز الثالث كانت الواجبة. تهانينا والناموس من خلال هذا الانطلاق حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وايضا 12:28 و6 من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم اجمل تحية من هنا من ارضية ميدان